بسم الله الرحمن الرحيم. شروق يحييكم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم عندي جهاز جديد، مو بجديد، جديد علي انا، وحبيت اشارككم فيه انه يمكن كثير من الناس تستفيد من هذه الجهاز، يستفيد من المعلومة في ذي الجهاز. الجهاز دي عبارة عن قطعة ممكن لأن تركبها في الجهاز، توصلها بالكمبيوتر مالك، تستخدم أي كاميرا من الكاميرات أزواب كاميرا، أو الانبوت مالها يصير تنا فيديو، أو تستخدمها كاميرا لايف. فأنا الحين أصور واستخدم نفس الجهاز، أصور الحين من كاميرا جو برو. إذا بدون ذي الجهاز ما بتقدر تستخدم الجو برو إن أصور فيه لايف نفس اللي أصور فيه الحين. فالجهاز دي أكيد بينفع ناس وايد. قلت خلنا أحط المعلومة في اليوتيوب، أكيد في ناس بتستفيد منها. الجهاز اسمه ألترا ستوديو ميني ريكوردر. الجهاز دي وايد مناسب حق الناس اللي عندهم أجهزة أبل، لأن شغال على شيء اسمه ثاندر بولت بورت، اللي هو يعني موجود في أجهزة الماك. فأنت توصل الثاندر بولت مع الجهاز، يعني تأخذ لك واير بعد ثاندر بولت وثاندر بولت، توصل الجهاز في كتشوفونه هني، من توصله عقب طلع HDMI. يعني الكاميرا لازم تكون فيها الاوتبوت مالها HDMI، لان صار HDMI يعني الجو برو فيها يسمونه مايكرو HDMI، فالواير بيكون بعد مايكرو HDMI حق نورمال HDMI يركب في الجهاز نفسه. اذا عندك انت مثلا كانون، الكانون تستخدم ميني HDMI حق HDMI عادي، فانت تقدر تستخدم كاميرات الكانون، اي كاميرا DSLR ميرورليس، اي كاميرا من الكاميرات اهم شيء فيها تطلع HDMI، هذه الجهاز يقدر يخليها تصير لك شغالة لايف. الجهاز ما في منه في البحرين، ما ادري كان في احد يابه من قبل، دورت ما حصلت. طلبته من الانترنت، كلفني تقريبا وياه 70-80 دينار لوصل للبحرين عن طريق amazon.com. ممكن لتدورونه. الشركة اللي تسوي اسمها بلاك ماجيك، وبلاك ماجيك هذه وايد عندها برودكت، بس انا جربت هذه. لازم تحاسبون بين اذا تطلبونه في الترا ستوديو ميني ريكوردر وفي الترا ستوديو ميني مونيتور. الافضل الريكوردر، ما ادري الفرق بينهم، بس حسب اللي انا طلعته في اليوتيوب كان يشرح لنا اخذوا الريكوردر لا تاخذون المونيتور. ف انا هذا اللي طلبته وجربته، والحين قاعد الحين خذ لي تقريبا شهر اصور فيه من احسن ما يكون. بس حبيت انا اوصل لكم المعلومه، واتمنى ان شاء الله يفيدكم في دي. اذا عندك اي سؤال ممكن انت تطرش لي، تكتب في الكومنت، طرش لي على السوشيال ميديا مكتوبه تحت. لا تنسون اللايك وسووا لي سبسكرايب اذا انتم على اليوتيوب، وزوروا الموقع مالي. مشكورين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.